مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم ركن البادية. وفي بداية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، يسمعنا الشاعر عبد الهادي ابن حمد الشاوي هذه القصيدة. أنت إيش عندك طبعا؟ والله عندي قصيدة بعد أيضا لابن سهل. أي يقول: يا ما القلب للطواري غزيزة، تشعاش شعي الخيل لبن غزايز، من شوف قالات علي مستشيزة، ما جيت بسويه من هات الشايز. كني من الدنيا على صبر بيزة، من بعد شفي حازني من حايز، يراك باللي مطلع من حفيزة، على نظر فنانة الصنف جايز، صانع أمريكا كمله بتعويزة، ونيت من صنع المريكان عايز، ورد ومرن بالمشاحم قريزه، ما فيه تجييم ولا فيه بايز، يسرح بوقت الطير يسمع وزيزه، ويبعد وعجه عندنا ما تمايز، ياكل مطبات الوعر وتغريزه، وسواقه الفنان طربن وفايز، دوبه يذهب سرعته وتهميزه، ويصلح المنجوب من البعد نايز، يلفي مشيم تنفوس العزيزه بسلام جزلين نفوس العزايز، ربعي أهل القلات وأهل المفيزة بالطائلات وحل عقد البراي. نرجع أعزائي المشاهدين للشاعر علي ابن عبد الهادي ابن حمد الشاوي، نشوف وش أحضر الأخوان المشاهدين في هذه الحلقة. والله احضرنا في هذه الحلقة قصيدة. أسلم، رفع صوتك. قالها من قبل في الصيف الماضي، راحوا جميع الأهل والجماعة كلهم عن المنطقة، وما بقى إلا أنا وأخوي وابن عمي في البيت بسبب الأعمال. أي نعم. بعدين رحت أقول في هذه القصيدة لأخوي محمد، أقول: يا والله اللي راحوا والرب عنا، وإحنا وراهم بالمدينة مقيمين، راحوا وإحنا جالسين بعملنا، ما عندنا عطلة ولو كان يومين، يا محمد المنعور يا راحوا وهنا، والبيت من بعد الأهل صاير شين، من أول في البيت لا من دخلنا، نحصل المطلوب متوفر وزين، واليوم لا منحن لشي طلبنا، ما حن نحصل لا سألنا مجيبين، ولو التمني ينفع اللي تمنى، أبا أتمنى أني مع الربع ذا الحين، لكن عسى ربي يحقق منا، بالصبر والتوفيق نبقى مديمين، ويا راكب من عندنا من وطننا، من فوق جمس بعد فحص وتمرين، عليه من هو لا ركب فيه غنى، يطرب إلى سافر لدار المحبين، معاه ابن عمه وخوه ركبنا، من غير لدريول يسيرون شخصين، حتى مشي الدرب ما يتعبنا، يتعاون وجمع على العسر واللين، وكل الثلاثة بالسفر وافقنا، قدهم على شوف الحبايب مغلين، ومن بعد ما يصلوا العصر يرحلنا، يسرون طول الليل والناس ممسين، راحوا تجاه القرب ثم شملنا، الدرب يدلونه بدون العناوين، والصبح بين بيوتهم وقفنا، والكل منهم شاف غاليه بالعين. الله يسهل لسانك يا ابن عبيدان. نعم. أنا الله عليك، الدور عليك طال عمرك. هذه قصيدة تركب الماضي ومعانيها طيبة. نعم، معروف ما يحتاج. وهو يقول: علي الورق صابتك المصايب، عليك اللوم مني والملامة، علي اليوم جريت السبايب، سقيت المبتلي زايد غرامة، نحيف الحال منه القلب لايب، تعرض من شقاها مستهامة، جلبت الغي غلتك النوايب، بصوت للحشام الزعل حامة، ذكرت أيام لماي الحبايب، وساعات انتقضت من عوامة، إلى ما هب لنا اسم الهبايب، شفى قلب وروح مستهامة، صح المفجوع وضح الكيف طايب، بريح المسك ينضح من لثامة، كما شم القميص بريح غايب، يا لا حزن الحزين من اشتمامة، فلا وغل قلب بات ذايب، دنيف من هوى زاهي وشامه، عليه الوصف من قب عرايب، برد فون عزاله رخ خدامه، وخد منه نور الشمس غايب، حبا من نور وجهه وابتسامه، أنوحي للضحى والدمع رايب، وراعي بالمسا منه تلامه. وسلامتكم، القصيدة أطول من هذه. الله يصح لسانك. ويقول: نرجع أعزائي المشاهدين للشاعر علي بن محمد بن رحمة، نشوف وش أحضر الأخوان المشاهدين في هذه الحلقة.
والله في قصيدة طال عمرك في بعض أنواع الرجال والنساء. هي المطلوبة طال عمرك. يقول: قال من يبدي جوابه والنشيد يفك بابه، يعرف خطاه وصوابه ولا الخطا يحسب حساب، هرجتي للسامعين وافهموا يا فاهمين، هذا كلام من ثمين هرج صحيح وصواب. قبل ما بدي في كلامي ووضحه للأنامي، هرج مداس الملامي للي يسمع للجواب، اسمعوا أوصاف الرجال يا سامعين المقال، افهموها يا عقال من شياب ومن شباب. كم الرجل له مقام لا يضيم ولا يضام، عند الناس له احترام ومن الملامة يهاب، وكم رجل ما هو يفيد يا عسى داره بعيد، ولا نصح ما يستفيد ولا يخشى من العتاب. وكم رجل عقله كبير ما خذ شور الشوير، كريم وخيره كثير خصه لجاوه أجناب، وكم رجل دايم مديم ياخذ رايه من الحريم، وعند الناس أصبح ذميم ودون ضيوفه صك الباب. وكم رجل يهوى المراجل وحلال يحل المشاكل، لا بغيته فمر عاجل له يحل الصعاب، وكم رجل كنه بهيمة ما عنده راي ولا شيمة، يات الناس بلا عزيمة عسى عمره للذهاب. وكم رجل نفسه ثقيلة وياخذ رايه من الحليلة، مسكين يا عزتيلة حياته كانها السراب، وكم رجل ماله قليل والبخل ما هو بخيل، وللشي الكايد يشيل ويصيب وله يصاب. وللنساء عندي مجال بعد ذكري للرجال، أوصاف بنات الحلال فيها ميل وانقلاب، كم في النساء من شريفة ومن طبايعها عفيفة، وبالعقل ما هي خفيفة ومن النقايص تهاب، وفيهم هذارة ذميمة وشغلها حكي النميمة، وشغلتها هذه مديمة وتفرق بين الأصحاب. وفيهم من هيلك تجارة منها ما تلقى خسارة، وتفهم هرجك بالإشارة ولا تسألك عن الأسباب. وفيهم من هيلك فقر وفي الشدايد ما تسر، وشغلها طول العمر في السوق تشتري ثياب. وفيهم من هيلك تجارة منها ما تلقى خسارة، تفهم هرجك بالإشارة ولا تسألك عن الأسباب. وفيهم من هيلك فقر وفي الشدايد ما تسر، وشغلها طول العمر في السوق تشتري ثياب. وفيهم من هيلك تثيب وفي شدتك ما تغيب، وتسترك عند الغريب وتبعد عن درب المطاب. وفيهم من هيلك هموم لو مرت ما هي تقوم، ولا تقضي لك لزوم ودايم معك في نشاب. وفيهم من هيلك هموم لو مرت ما هي تقوم، ولا تقضي لك لزوم ودايم معك في نشاب. وفيهم سيدة الحريم وبالعقل كانها حكيم، وشغلها دايم مديم تستر زوجها لغاب. وفيهم أوصاف كثيرة قولوا يلا بالستيرة، النساء في كل ديرة من طبعهم راسي شاب، بالصلاة وبالسلام أختم باقي الكلام على رسول الأنام، وأخذها ختم الجواب وسلام. الله يسعدك يا ابن دغش. نعم سلمك. أنا مال عليك الدور عليك طال عمرك. والله عندي هذه قصيدة بمناسبة بعض من الشباب أهل البر. أي نعم. تجار بادية يمسي عند بيه لما ينعرف حساب حلاله ابل وغنم. أي نعم. يصبح مرقده خالي، يدور الزود وهو كذاب. أي. إذا أركوه الرجال على الأشغال. أي نعم. ما شد عليه. يعني يطق ويخلي بيه. يطق ويخلي بيه ولا يشد الشغل. أي. وجبتها على هاي المناسبة. أسلم. أمس الضحى عديت رجم التماثيل اللي تهيض لا يجي رجم لمثال، رجم يذكرني رسوم ومداهيل، وين الصحابة وين ماضين الأجيال. يا بنتي اللي تلبسين الخلاخيل أخذي بصاتي تركي بعض الأزوال، خطو الولد جعله من الله غربيل، هم الحلالة ما القصاف لجال، ما شيف عند النجر بين المعاميل، ولا لزم مع الرجاجيل بأشغال، قاطع حدود الله ردي المحاصيل، يفضحش في العربان بقفاه وقبال، يلي نهودش مثل صنع الفناجيل، والقرلش قر فوق الامتان ميال، عسى ديارش من شيات المخيل، وعسى وطنكم من حقوق المطرسان، وسلامة السامعين. ومن قاسان الله يصح لسانك. وهذا أعزائي المشاهدين لون من فنون البادية، نشاهده من أخوان من البادية. يا راعي البيج لا تسرع واحذرنا من الضد، ركسنا يا غصن بنا الغصن والنوف من دونه. يا راعي البيج لا تسرع واحذر من الضد، ركسنا يا غصن بنا الغصن والنوف من دونه. يا راعي البيج لا تسرع واحذر من الضد، ركسنا يا غصن بنا الغصن والنوف من دونه. يا راعي البيج لا تسرع واحذر ملفات، درك
يحسونه يغصن بنا الغصن والنوف من دونه يا راعي البيج لا تزرع واحذر لفت ركسونه يغصن بنا الغصن والنوف من دونه يا راعي البيج لا تزرع واحذر ملفت ركسونه يغصن بنا الغصن والنوف من دونه ورقمات وهلالي حلفت مجوز من دونه يغصن بنا الغصن والنوف من دونه ورقمات وهلالي حلفت مجوز من دونه يغصن بنا الغصن والنوف من دونه ورقمات وهلالي حلفت مجوز من دونه يغصن بنا الغصن والنوف من دونه ورقمات وهلالي حلفت مجوز من دونه يغصن بنا الغصن والنوف من دونه حلفت مجوز من خلي ما دام أولي يطلنا يغصن بنا الغصن والنوف من دونه حلفت مجوز من خلي ما دام أولي يطرون يغصن بنا الغصن والنوف من دونه حلفت مجوز من خلي ما دام أولي يطلنا يغصن بنا الغصن والنوف من دونه حلفت مجوز من خلي ما دام أولي يطرون يغصن بنا الغصن والنوف من دونه حلفت مجوز من خلي ما دام أولي يطرون يغصن بنا الغصن والنوف من دونه حلفت مجوز من خلي ما دام أولي يطرون يغصن بنا الغصن والنوف من دونه يا عادل القلب لا تشتاق الذي ما عدا عجينا يغصن بنا الغصن والنوف من دونه يا عادل القلب لا تشرى قلبي ما عدا عيون يا غصن بنا الغصن والنوف من دونه يا عادل القلب لا تشكى قلبي ما عدا عيون يا غصن بنا الغصن والنوف من دونه يا عادل القلب لا تشكى قلبي ما عدا عيون يا غصن بنا الغصن والنوف من دونه يا عادل القلب لا تشكى قلبي ما عدا عيونه يا غصن بنا الغصن والنوف من دونه يا عادل القلب لا تشكى قلبي ما عدا عيونه يا غصن بنا الغصن. نرجع أيها الأخوة مع الشاعر عبد الله ابن حمد ابن محمد بن رحمة وهذه القصيدة. هذه قصيدة فضحك يوم غلطت على اسمك عبد الله بن حمد ما عليه ما بغلطه حمد ومحمد كلها ما بغلطه بسيطة. هذه قصيدة من مسلم بن سالم بن همام المري يقول فيها وهي عن طريق الغزل: البارحة تكني على لاه بالنار والدمع من عيني بخدي محادير قضيت ليلي بالهواجيس محتار إلين نور الصبح غرد له الطير يا ما سهرت الليل سارح بالأفكار أجلس طوال الليل ما غير تفكير على حبيب حبه القلب واحتار قلب العنى ما هو من الزين في خير حبه سكن في داخل القلب تذكار أرسم خياله لا تذكر تصوير من بعد ذا أبغي جوابات وأخبار أرسل لنا منك جواب بتفسير أنقذ حياتي طف نارك والأسعار إن كان ما ترضى بنفسي بتندمير شربت من حبك بلا قيس وعيار وخاف قلبي لا يجي فيه تأثير والله مجرى والله مجري السفن في غب الأبحار إن كل ذي في داخل القلب لا غير أسير حبك عاش في ودك الحار يرجو براد أرضاك بالخط تعبير ما هو بعيب الحب لكبار وصغار قلبي يحب قلبي يحب الغنادير هذا يومك يومك عيد هذا يومك ضحكت من غلطتي الله الله قضاني فيك. نرجع أعزائي المشاهدين لمحمد بن عويضة ونسمعنا هذه القصيدة على الرباب. Thank you.
نرجع أعزائي المشاهدين مع الشاعر إبراهيم اليوسف وهذه السالفة والقصيدة. وهذا رجع الشمالي الهاجري من قبيلة بني هاجر، قيل يسمى قصاب لشجاعته، وهو من فرسانهم وشعراهم وبني هاجر يعرف عنهم خصال طيبة مع الكرم والشجاعة. قال هذه الأبيات وهي من ضمن قصيدة مطولة في فرسه، لأن الخيل ذاك الوقت أكبر دفاعا عندهم. يقول: يا سابقي حولية والعزباح، أشوف خلان تنافض رفقها، سقوا إلى ما طالعوا بار زلاح، لهي بحد جذاعها في طفقها، ونالها بالبر منيب شحاح بدر السعود، اللي شحمها فتقها وصفت مسامين ركزها كما الداح، واربع بكف ثوين يلي طرقها، أبي لا ماجن مع الحزم جماح، لهي على الصابور ترخي شنقها، كن ذي لها شختور سيلني لطاح، على القطات تنسفه من زهقها، تلحق بشغموما يدور للمداح، شره بضربة من يد ما زرقها، ما دام خشم الذيب مسرى ومصباح، تعرس بن الشينة وكل عشقها. معنا في هذه الحلقة الفنان محمد محسن، يسمعنا هذه الأبيات على العود.
وفي نهاية هذا المطاف أعزائي المشاهدين نشكركم على إصغائكم وإلى اللقاء في الأسبوع القادم وفي أمان الله. Thank you.